مش نافع. المهزله البلد كلها جايه على فرن واحد، والافران الثانيه واقفه من غير شغل. وقفت حالنا اهي. الناس جايه مش عارفه انها تاخد البطاقه. فكله بيجي ويرجع. راجل من الصعيد هاخد 10 ترغفه. ما حدش راضي يدينا عيش. هناخد 10 ترغفه بس عشان بيقول لك الرغيف ب 35 قرش بره طبعا، واحنا هنقطع على قد ايه؟ هذه كل الحكايه ساعتك. انا كل يوم اجي اخد 10 ترغفه بس، وما مش راضيين يعملوا لنا بطايق هنا. هو احنا بنحاول نسهلها عشان ما تحصلش ازمه تمويليه. وهم الشركه برضو اتصلنا بالشركه والناس المديرين بتوع الشركه هيصلحوا السيستم وهيظبطوا المكن النهارده مؤقتا كده، والناس هتتعلم وعلمنا الناس على المكن واشتغلوا ازاي. طارد السيستم ده وقع وانا شغال والعجين معجون والناس موجوده. اعمل ايه؟ يعني دلوقتي احنا هون انتوا جيتوا عشان اول يوم ومريتوا. والسيستم وقع زي ما وقع كده. ايوه. طيب انا دلوقتي موقفي ايه من اللي موقفك؟ هقول لك موقفك. هتاخد برضو البطاقه التمويليه من المواطن. واخد بالك؟ وما تضربهاش على المكنه في كشف، وهتكتبها واخد بالك، هتكتب الرقم بطاقه وعدد الافراد وتدي له عيش هو ويمشي، وهنجيب لك بتاع الشركه موجود معانا على طول. ايه دلوقتي ضمني بان الناس دي عدد الافراد اللي في البطاقه 10 6 5 ايه اللي عرفني؟ صاحب البطاقه التموينيه معاك كل يوم. صح. معلش معاك كل يوم. النهارده مثلا ده قال لك معلومه غلط، قال لك ان عدد الافراد 4 وهو 2، تاني يوم او تالت يوم هتخصم. ممكن يروح لغير. لا 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 يعني ان شاء الله.